والجهة جاهزة. ذرف ان ريسنج أيها السيدات والسادة، أيها الحفل الكريم، انطلق الشوط الأخير والختامي كأس أم الأفاعي للسبرنترز ثيربلد 1100 متر بانطلاق سريع لهذه الجياد المهجنة الأصيلة. الصدارة والمركز الأول مع نوبل ماستر بيس لخليفة بن شعيل الكواري على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني يأتينا مع راندوم ديسيجن لعلي يوسف الكبيسي. المركز الثالث والتقدم بشكل جميل لكاتشا ويف المهندس حسن علي العبد الملك. رابع المراكز أيضا يأتينا من خلال التقدم لنوبل ماستر بيس وصدارة حاليا مع الجواد ميد سامر نايت. الخط المستقيم باتجاه خطنا فولاتايل في محاولة قوية على المركز الثالث، والصدارة تنتقل حاليا إلى كاتشا ويف على الصدارة وعلى المركز الأول. المحاولة تأتي من خلال الجواد ميد سامر نايت وكاتشا ويف على المركز الأول. أيضا الجواد ميد سامر نايت في محاولة قوية ولكن كاتشا ويف على المركز الأول. نوبل ماستر بيس وهزاراندي على الثالث والرابع، ولكن كاسم الأفاعي إلى كاتشا ويف وإلى حسن عبد الملك. أيها السيدات والسادة، أيها الحفل الكريم، الصدارة والمركز الأول لرقم 8 كاتش أويف رايان كوراتولو حسن عبد الملك ديبي ماونتن على الصدارة وعلى المركز الأول. صدارة جميلة لهذا الجواد اللي هو رقم 8 كاتش أويف اللي حسن علي عبد الملك مع رايان كوراتولو وديبي ماونتن. تهانينا ألف مبروك. المحاولة شاهدناها من خلال الجواد رقم 3 نوبل ماستر بيس وأيضا ميد سامر نايت لخليفة بن شعيل الكواري وأيضا الجواد اللي هو زاراندي لسعيد ناصر القاضي، ولكن كأس أم الأفاعي في النهاية يذهب إلى هذا الجواد يظهر معنا على الشاشة، الجواد رقم 8 كاتش أويف إلى الصدارة وإلى المركز الأول. ألف مبروك.